من يضيف إلى من؟ موكب المومياوات الملكات وهذه الاكتشافات الكبيرة هنا هيضيف لهناك ولا هناك هيضيف لهنا؟ كله بيكمل ولا بعض. الاتنين هيربطوا بعض؟ الاتنين بيربطوا بعض. شوف أنا عايز أقول لك حاجة، بلا شك موكب المومياوات الذهبية الملكية والمدينة الذهبية الملكية اللي احنا كشفناها دي أهميتها عالميا أهم انت ما تكتشف بيه البترول. احنا لما قلنا ان احنا هنعمل كشف خطير هيهز الدنيا لأنه كشف غريب. نعم. انت هل عمرك كشفت مدينة؟ لا. عمرك اتكلمت عن مدينة؟ عثر على حتة جزء صغير ربع المدينة دي اسمها حتة اسمها دير المدينة اللي انا بعتقد هي جزء من المدينة بتاعتي. الدنيا اتقلبت عليها القرن اللي فات. انت بتكتشف اضخم مدينة اثرية حتى الان، واللي كشف هذه المدينة فريق مصري. وللأسف كل ما تعمل حاجة جميلة يطلع لك اصدقاء الاله ست اله الشر باي حاجة. عندنا واحد شراني كده كل مرة يطلع لك بحاجة، ده وريث يعني، وريث يقول لك ده مش صح، ده من المومية مش عارف ايه، ده يا ابن الحلال أضل ناشر وبيقول ان الاكتشاف يعني ده انا مش عايز اقول اسماء، لكن انا عايز اقول لك حاجة. احنا هنا لا نعترف بحاجة، انت عايز تناقشني في حاجة، انا كاتب مقالات علمية في الموضوعات دي منشورة في العالم كله، اعمل مقالة اثبت لي ان انا كلامي غلط. لكن ما تطلعش اي كده كلام. انا اسف رغم ان انا مع احترامي لهذا الشخص ان انا بقول له يعني ما يبقاش كده، يعني بص فيما كتب وبص فيما نشر عشان نحبك والبلد تبقى جميلة، لكن انا مش هيجي زي حواس بتاريخه ده ويقوم جايب كشف مثلا مكتشف قبل كده، ما ينفعش. وبعدين انت ايه، انت عندك علماء اثار في كل مكان في الدنيا يا دكتور زاهي، ما هو مش منطق ولا معقول احنا مش بنشتغل في حاره ده اثار مصر وتاريخ مصر. فانا والله سعيد سعاده دلوقتي ان اصبح المصري سعيد بتاريخه، يعني المومياوات دي مفيش واحد بتكلم عنها كلمه وحشه، لاول مره بنتفق مع بعض بنعمل حاجه محترمه. انا الحاجه انا عملت حاجات كويسه زي دي لما دخلت الروبوت جوه الهرم، فاكر؟ فاكر طبعا، لما نقلنا تمثال رمسيس من رمسيس للمتحف الكبير، مصر كلها سهرت. اجمل حاجه ان خلتنا دلوقتي بنحب بلدنا اكتر، بنحب تاريخنا اكتر، خلت عندنا انتماء مش موجود قبل كده. انت دلوقتي بتجد هذا الانتماء في كل اطفالنا وفي كل شبابنا، اصبحنا كلنا ايد واحده لان احنا بدانا نعرف تاريخنا من خلال عرض المومياوات، من خلال هذه الاكتشافات العظيمه. وعندنا على فكره لسه كنت بتكلم مع الدكتور خالد العناني امبارح، عندنا حاجات مهمة، عندنا احتفال ضخم بالانتهاء من طريق كباش عندنا هنا. بس انا سامع ان في اكتشاف تاني كمان حضرتك تشتغل فيه. لا هو عندنا يعني الوقت في السنة دي كان بعد كده قريب في حاجة مهمة تظهر، لكن نمرة اتنين عندنا احتفال بنقل آثار توت عنخ آمون الى المتحف من المتحف المصري في التحرير الى المتحف الكبير. تخيل بقى لما بتنقل التوابيت الذهبيه دول 4900 قطعه تقريبا، 5398 قطعه عثر عليها داخل المقبره، لكن في المتحف المصري 4500 بس. لكن تخيل انت بتنقل بقى القناع الذهبي من التحرير للمتحف الكبير او المقاصير او التوابيت الذهبيه. بدأتوا ترتبوا ده يعني الترميمات خلصت؟ بنرمم، هيتم تحديد يوم النقل. فاذا عندك احتفالات طب ممكن ده؟ ممكن طلب وحيد أن ننتظر قليلا على هذا الاحتفال الضخم لما تفتح السياحة برا. أنا معاك 100% علشان بس في حاجة، في حاجة تالتة بقى مهمة جدا بنستعد لها من دلوقتي. 4 نوفمبر 2022 هو يوم تاريخي مش لمصر بس العالم كله. 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. 100 سنة وبدأنا نستعد. دي مناسبة عظيمة. بدأنا نستعد لهذا الاحتفال في مصر وفي العالم كله. ده شيء رائع يا دكتور. انا مش عارف هتجيب وقت منين، انت بتنام كم دقيقه او كم لا ساعه؟ لا انا بنامش ما صحيح طول ما انت مع اجدادك دكتور زاهي.